E eu drarei na comboio. هنايا نهار الاول ديال الفيزيون دوك من ورا الاسبوع الرابع بقيت كنسركل ونشوف الجماليه ديال السيرفر من ورا ما كان خاوي عندنا في سيرفر 3 دوك هنايا سيرفر اي اكس كندور وكنشوف البانكا شوف تبارك الله شحال عامره هادشي ديك واحد اللي كيكون محروم فهمتي بحب وصف واحد السيرفر اللي كيكون فيه شويه ديال الناس شويه كدور وكتشوف البلباله كلشي كيبيع وكيشري كلشي كيستوكي كيدي ستوكي من هنا غادي نمشي ما عارفش فين غنمشي كنتقل ايفريوير غير باش نشوف الناس اللي كيبيعوا وكيشري وكيستوكي في ليزاج تي في اوتيل دو فون دي روسورس شحال ديال الناس كاينين ما كتيقش راسك كتشوف انه بعد ما كان سيرفر 3 خاوي ولا عامر وماشي بزاف ديال السيرفر اللي تلياو مع بعضياتهم غير هاد الشويه شنو عطانا مع العلم انه في هذه المرحله هذه ما كانش الكونفينم مشيت للاوتيل دو فون ديزانيمو كنقلب لي فاميلي شحال دايرين في الثمن نهار الاول ديال الفيزيون بيكي بيكي محطوط خاوي ب 99000 كل 100000 كورباك خاوي ب 65000 شاشه مصدوم وانه 150000 20% ريزي صدمة كانت قوية شوية كنقلب ستيتس شحال محطوط 22 محطوط 144000 الغريب في الأمر هو أن هادشي نازل في الثمن أنا مبقيتش كنصدق عرفت كاينة شي خدعة كاينة شي مشكل كاينة شي حاجة كيكلوش فهمتي الأثمنة نازلة بزاف وخا في الفيزيون مي الأثمنة نازلة بزاف وهادشي كان خارج على التوقع ديالنا بيكي بيكي محطوط بهاد الثمن هذا دونك تمن نومون خاوي شو شحال محطوط 69000 نورمالمون كيكون 200 300000 لي سوبجي ما محطوطينش فين غنمشي غنمشي لفورج لو ماج باش نشوف الناس اللي كي اف ام يو قضية عامرة البالة كلشي كي اف ام لي زيت ام صغار كلشي كيطلع في النيفو كلشي مقاتل باغي يولي هو الاول الجميل في الامر غنقصد الكتاب غنشوف شكون هما الاولين في السيرفر مزيانة سيرفر يلا تفيزيون خصك تعرف شكون هما الاولين جوي اوماج كان كلاسيفي كنلقى هاد خونا هذا ماشي غريب انه يكون هو الاول كزيلينو الغني على التعريف وغادي نعاود عاوتاني كلاسي في واحد اخرى وغادي نلقى هو نفس الشخص كاين خونا شادهم بثلاثة هاد خونا ماشي سهل واش خوتنا هما في نفس الكونط او لو واحد ما عرفتش المهم الا كان واحد تحياتي ادخونا مجد وفي نفس اللقطه راه غادي نبين لكم في اللقطه هنايا خونا كان كيتقدى فهمتي كان هو كيكلاسيفي وكيشوف شكون هو البيشور الاول وجا تقدى من عندي هاد اللعيبات تعاملت معاه في تمام والمشكل هو انه الحوت ما طلعش من بعد هادشي اللي خيب مني انا داكشي بقى نازل حتى مع مرور الوقت بقاو نازلين في تمام السيرفر بقى نازل في كلشي وهذا هو الغريب في الامر مشينا لطاير كنشوف عاوتاني شكون هو اللي شاد لهم السوق تما كنكتشف واحد الانيتروف بعد ما غنشوفوا الاسم ديالو هنا سميتو شارك تانك شادها في طاير شادها في كورتوني هنايا غادي نقصد كورتوني ديريكت والجمالية في الأمر هو أنك كتسركل وكتشوف فهمتي في بيجوتي وعلا مزيانة سيرفر يلا فيزيوني تشيك الناس اللي يلا دايرين هادي في أي سيرفر كنديروها نورمال مش نشوفو الناس اللي شادين السوق المسائل أنا هي الكلاس مو كان عندهم فيه شي مشكل كنظن في البداية ديال الفيزيون كان شي مشكل في الكلاسيفيكاسيون نفس الشخص شارك تانك تما كان كدو 90 هنايا 100 دونك خونا عارف اش كيدير الغريب في الامر هو انني غنقصد كوردوني وغادي نلقى بطبيعة الحال نفس الشخص تراي هاردة في الخدمة بثلاثة 97 100 100
فواحد المده معينه سي با فاسيل، ما كنظنش راها سهله انك تكلاسي فيها 99 100 100 3 ديال 100 يطلع ليفل 100. راه ما نقدرش نقول لك صعيبه، مي سي امبوسيبل. وهذا هو اللي اثار الانتباه ديالي في هذا الشخص هذا، واش دار بالبوط، واش دارها بالمعاونه ديال شي اشخاص، واش كيستريمي، اي دونت نو. غنخشموها واننا غنقصدوا ليتوليه ديال بيشور، وسنجد انفسنا هناك ليفل 100 ديجا بيان كلاسيفي. دونك هادي اللي كان، وهذا هو الريكابيتولاتيف ديال السيمانه الرابعه والخامسه. تعطلت شويه باش نحط الفيديو، مي اتس نوت تو ليت. دونك من ورا الفيزيون بعد ما ارتاحينا شي شويه واحد النهار يومين، طريها رديت باش نطلع انا الاول في الكلاسمون انتر سيرفر بيشر. بالفعل الى تشيكينا هنايا في الليدر غنلقاو اننا تكلاسينا حنا الاولين. من وراها بقينا كنخدمو نورمالمون، شويه ديال الدروب، شويه ديال الكرافت، شويه ديال البريزاج، وحنا خدامين على السريع. مؤخرا كنت نزلت نيفو بزاف حيت الاثمنه نزلوا واحد النزول خيالي جدا بسبب لي بوط، بسبب الناس اللي كيكونيكتاو 8 ديال لي كونط وليكونومي اللي تفرقعات والبيعان ديال الكاما اكسيتيغا. السيناريو في راسكم سي با لا بين انني ندوي فيه. ايوا هذا اللي كان. دونك هذا الفيديو كنت مخبيه تقريبا راه شهر ونص دابا، كان نورمالمون خاصني نحطو، ما جا الوقت المناسب. فوالا. دونك ما تنساوش لايك سبسكرايب، راه حطيت لكم العدد ديال لي زابوني اللي كاينين في الشانيل باش تدعمونا شي شويه، شويه ديال لي بارطاج باش نحركو شي شويه. وكنتمنى لكم نهايه راس السنه ممتعه، وكل عام وانتم بخير.